In the name of Allah, أعزائي طلاب مدرسة المنتزه، هناخد النهاردة مع بعض يونت 3 Great Jobs للصف الثاني الإعدادي في الإنجليش نيو هالو. قبل ما نبتدي ناخد اليونت مع بعض سنة تانية، تعالوا نفتكر مع بعض الجرامر كان عن إيه. الجرامر عندنا كان زمن الباست سيمبل، وهو زمن الماضي البسيط. وانا بستخدم الزمن ده يا شباب لما اجي اتكلم عن حدث حصل وانتهى في الايه، في الماضي، ودايما بحط فيه الفعل في التصريف التاني. زي ما انت شايف معايا كده في اول مثال، فبيقول لي I studied English yesterday، يعني انا ذاكرت انجليزي امبارح. والمثال التاني بيقول لي علي went to the park 2 weeks ago، علي راح الحديقة من اسبوعين فاتوا. خد بالك معايا سنة اولى ان الاكزامبل نمبر 1 عندك دي regular verbs أفعال منتظمة، وإن المثال number 2 عندك دي irregular verbs أفعال غير منتظمة اللي هي بتتغير خالص لما باجي أحطها في زمن الماضي البسيط. تعال شوف معايا بعد كده بيقول لي إيه. بيقول لي علي was born in 2010، علي اتولد في سنة 2010. اللي بعدها بيقول لي they were at the club yesterday، هم كانوا في النادي امبارح. يبقى أنا شباب لما باجي أستخدم زمن أو باجي أستخدم verb to be في زمن الباست سيمبل بستخدم was aware، لأن was aware هو ده التصريف الثاني من verb to be اللي هو verb يكون، اللي هي am أو is أو are. التصريف الثاني منهم was aware. يبقى أنا بستخدم زي ما أنت شايف معايا كده was aware لما باجي أتكلم على حاجة في الإيه، في الماضي. طيب تعال نكمل مع بعض. عندي بعد كده كمان كلمة used to، وكلمة used to برضو من الكلمات اللي بستخدمها في زمن الباست سيمبل. علشان يعني ايه used to سنة تانية؟ used to معناها اعتاد ان، ودي الكلمة دي انا بستخدمها لما اجي اكلمك على حاجة انا كنت متعود اني اعملها بس في الماضي وبطلت اعملها دلوقتي. زي مثلا ممكن اقولك ايه، when I was young، لما كنت صغير I used to play in the street، كنت متعود ان انا العب في الايه، في الشارع. طب دلوقتي لا، بطلت العب. طيب لو انا حابب انفي جملة used to، فهتبقى مثلا اقولك لا انا ما كنتش متعود اني العب كرة في الشارع، فهقولك I didn't used to. زي ما انت شايف معايا كده، بعد didn't احنا متعودين وعارفين ان بيجي لي الفعل في الايه، في المصدر. يبقى انا حتى بعد didn't هحط ايه، هحط use مش هحط used، وبعد كده يجي لي بعد used to الفعل في الايه، في المصدر. فاقولك مثلا I didn't used to play in the street، انا ما كنتش متعود اني العب في الايه، في الشارع. يلا بينا نبتدي نحل مع بعض. اول سؤال عندي بيقولي My brother is only 10 years. He wants to go in the space team. اخويا عنده 10 سنين، فهتبقى بالظبط junior اللي هو الفريق الايه بتاع الناشئين. Number 2 بيقولي My grandmother is my space. She helped many people in her village and built a school. فهتبقى ماي بالظبط ماي هير، وهي اللي زي هنا بمعنى القدوة بتاعتي او البطلة بتاعتي، لان هي بتساعد الناس الفقيرة. نمبر 3 معايا بيقول لي دكتور مجدي يعقوب is a world famous heart، فهتبقى بالظبط heart surgeon اللي هو جراح قلب مشهور. يلا بينا نكمل مع بعض. بعد كده عندي في نمبر 4 بيقول لي a player should practice more to space his skills in sports، فهتبقى بالظبط improve، لان كلمة improve هي سنة تانية معناها يحسن، وskills اللي هي المهارات. فبيقول لك يعني ان اللاعبين لازم يحسنوا او يتدربوا اكتر علشان يحسنوا من مهارات. نمبر 2 عندي بيقول لي a space helps people or animals that need help. مين هي اللي او مين هو اللي بيساعد الناس الفقيره والحيوانات؟ بالظبط هتبقى charity worker. نمبر 6 عندي بيقول لي my father died from space it's a dangerous disease، عايز يقول يعني ان بابا اتوفى من مرض خطير، فهتبقى بالظبط cancer اللي هو. نمبر 7 بيقول لي working in a group is called، العمل في جروب جماعي، فهتبقى بالظبط team work اللي هو العمل الجماعي. يلا بينا نكمل حل مع بعض. اول سؤال معايا بيقول لي هنا ايه، an earthquake is a natural، بالظبط هتبقى natural disaster اللي هي الزلزال بيكون من الكوارث الطبيعيه. نمبر 2 بيقول لي you can this door in space such as a fire، فهتبقى بالظبط emergency، يعني تقدر تستخدم الباب ده في حاله الامرجنسي، في حاله الطوارئ. Number 3 she was a space for the Red Crescent، فهتبقى بالظبط volunteer اللي هي كانت متطوعة في الهلال الأحمر. Number 4 بيقول لي the space taken
air and help us to breathe. فهتبقى بالظبط lungs اللي هي الايه الرئتين، بتاخد الهواء وتساعدنا ان احنا ايه نتنفس. Number 5 بيقول لي the space pumps blood around the body. فهتبقى بالظبط heart اللي هو الايه القلب، هو بيضخ الدم حوالين كل اجزاء الايه الجسم. بعد كده عندي read and correct، بيقول لي هنا ياسر's grandfather didn't used to know how to drive. طب انا عندي هنا didn't، يبقى انا هسيبها used زي ما هي ولا اغيرها؟ بالظبط، فهتبقى didn't use. طب number 2 عندي بيقول لي what do you use to learn at primary school. فهتبقى بالظبط what did، لان انا بتكلم في الايه في الماضي، فبيسألك هو انت تعودت انك تتعلم ايه في المدرسة الابتدائية. Number 3 فبيقول لك هنا دكتور مجدي يعقوب used for، لا المفروض ان هي تبقى بالظبط used to، هنا الغلطة عندي في preposition في حرف جر. Number 4 بيقول لي I used to swim a lot when I am younger. طب انا بتكلم هنا في الماضي، هسيبها am ولا هغيرها؟ بالظبط، فهتبقى when I was younger، لما كنت اصغر. Number 5 بيقول لي no I didn't used to eat fish. طب هنا برضو هتفضل used؟ لا طبعا، طالما عندي didn't يبقى انا هحط بعدها ايه use. وبكده سنة تانية نكون خلصنا الفيديو المخصص للنهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.